كل سنة وانتم طيبين. العيد خلاص بكرة. فيديو النهاردة هعمل معاكم الدقيقة 90 في الاستعداد قبل العيد، ماسك وترطيب وسكراب وكل حاجة قبل العيد على طول بيوم واحد. ممكن طوارئ. اول حاجة هو السكراب. هنجيب كوباية او حاجة نقدر نحط فيها، ونحط معلقة سكر كبيرة، وهنحط عليها معلقة بن، البن اللي هو التركي مش النسكافيه. هنجيب بن مطحون او نجيب البن اللي هو الاكسبريسو اللي خشن شوية، ممكن نجيبه. وهنحط معلقة عسل. المكونات العسل ممكن تبان انها قليلة، بس لما هنقلب المزيج هيتقل كده ونقدر نستخدمه كويس. طبعا اعذروني، انا كنت كل الحاجات دي كلها مصوراها فيديو على وشي، بس للأسف الفيديو راح وقلت لازم الحقكم قبل العيد. تاني حاجة هي الماسك اللي هنعمله للبشرة عشان نرطب اللي حصل من السكراب. هنعمل الماسك ده خفيف جدا وموجود في اي بيت، وهو ان احنا هناخد معلقة نشا وهناخد كمان معلقة لبن كبيرة، وهنقلبهم وهيبقى مزيج تقيل كده، وهنحطه على بشرتنا. لو انت بشرتك شوية بتتحسس من اي حاجة من منتجات الالبان، حطي نقطتين مية ورد. تالت حاجة هي البيل اوف. بعد ما بنعمل سكراب وماسك وكل الحاجات دي، احيانا بنحس ان لسه في رؤوس سودة او حاجات لسه على البشرة. الماسك ان احنا او البيل اوف اللي هنعمله النهاردة هيكون من الجيلاتين. هتجيبي معلقة جيلاتين وتحطي عليها معلقة مية سخنة وتقلبيهم كويس، وبعد المية ما تبدأ تبرد كده شوية ابدأي حطي الجيلاتين طبقات طبقات فوق بعضها على المناطق اللي انت حاسة فيها رؤوس سودة، وهتلاقي الدنيا لطيفة جدا. اول ما ينشف هتشديه زي اي بيل اوف. دلوقتي بعد ما خلصنا وبشرتنا بقت تمام، هناخد شوية تونر مية ورد ونبدأ نتأكد ان البشرة كلها اترطبت وبقت جاهزة ان احنا نديها بقى الترطيب الزيادة عن طريق الكريمات. انا عن نفسي هستخدم هنا كريم من لوري باريس اسمه ريفيتا ليفت، كريم نهار هستخدمه مني بصور بالنهار، فانا هستخدمه لكم بالنهار. وطبعا في كريم ليلي هوزعه على بشرتي كويس وتأكد ان البشرة كلها وصل لها الكريم. حبيت اقول لكم ان الماسكات والسكراب والحاجات دي كلها ممكن تستخدموها على جسمكم كله كامل، مش بس البشرة. وممكن تزودوا اي حاجة انتوا حابينها. دلوقتي هستخدم حاجة للهالات. طبعا انا عندي شوية هالات، بس لانها جزء وراسي وجزء ناقص حديد، فهستخدم الرول اون ده من جورني، وهحطه تحت العين وهتأكد ان هو توزع صح كويس، وهبدأ اطبطب عليه بالراحة علشان اتأكد ان هو توزع صح. هستخدم بعد كده كريم اسمه بريل لايت، اعتقد اسمه كده، هحطه تحت العين. الكريم ده موجود في الصيدلية تقريبا 8-14 جنيه حاجة كده. كريم كويس جدا، الاحسن تستخدموه قبل النوم. نتيجته حلوة جدا، هو بيفتح تفتيح بسيط بس لو السواد اللي تحت العين ده مش وراثة، ناقصة حديد او اي حاجة من الحاجات دي، فاحنا ممكن نستخدمه. وبس كده بشرتي خلاص بقت جاهزة لاي حاجة وجاهزة لاي ميك اب. دلوقتي هقول لكم على تركية تانية. لو كل الحاجات دي كلها مش متوفرة عندك في البيت وعايز تستخدمي حاجات اسهل من الصيدلية، يبقى اكيد تستخدمي منتجات هيمالايا. استخدمي الهيمالايا اللي بالخيار والنيم والصبار البيل اوف بتاعها، وكمان استخدمي السكراب من هيمالايا اللي بالمشمش، كمان هيفرق معاكي جدا. وبس ده كان فيديو النهاردة، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم.